علاقة الصقار بطيرة علاقة يعني معروفة خاصة بدولة قطر عندنا، وتمسك الصقار بطيرة خاصة إذا كان طير طيب أو طير من الطيور النادرة أو طير فعل ممتاز، وخذ فترة طويلة مع صقارة وعملية واصطياده العدل الحباري والطلع وميزة الطلع وميزة اللحوم، فهذه ميزة تميز الطير عن طير آخر، ويتمسك الصقار بشكل كبير في الطير هذا، وتلقى أحيانا لو ضاع الطير أو مات يحزن حزن كبير على طيره، فهذه يعني كأنه إنسان، كأنه افتقد إنسان. الصقر دائما يختارون يعني مواصفات معينة، والصقارين أدرى بهالمواصفات هذه، منها وزن الطير، منها مواصفات عرض الصدر، مواصفات كثيرة، منكب الصقر نفسه، في مواصفات معينة معروفة عند الصقارين، والطيور اللي هي الأبيض والأشقر والأسود والأحمر دائما معروفة أنها بسرعتها وإمكانيتها بكفاءتها عملية الصيد. بالنسبة للصقار عندنا بغطر توارثوها الأبناء عن الأجداد وتعلقوا فيها، والجيل الحالي متعلق بالصقارة بشكل كبير، وتعني لهم الصقارة شيء كثير أثناء عمليات الصيد ورحلات الصيد والقنص، يتعلم الصبر ويتعلم الخبرة في حياة الصحراء والبعد عن المدن، السفر مع مجموعة في نفس السن أو أكبر منهم سن دائما يكتسبون منهم الخبرة في عملية الصيد، والحياة في الصحراء بحد ذاتها أكبر تجربة، أكبر مجال لاكتساب الخبرة.